صباح الخير. طلعت الشمس، يا سلام. الجو اليوم حلو، الله، جو الصبح حلاوته. خلصت صلاة الحمد لله، شلت الأغراض، شلت العفش اللي بالخيم اللي داخل كله، وحطيته بالسيكل. بس بقى لي اسوي لي قهوة، اشيل الخيمة، بعدها بدخل المحطة بعبي ماي بتوكل على الله. Well, give me a tip or an advice from my father to a kid. Just do what's right, and if somebody try to set you up or something, sell you something hot, don't do it. اكثر شيء بهدلني في الطريق التحويلات. تقولي بطلع الشارع العامي شوي حبتين كذي، اذا ما في سيارات، اخر سياره ذي عاد طلعي. هوب ولي ابويا، لا امورنا في الرب. ما ادري ايش السالفه، السيكل جالس يقطع، خلنا نوقف اشوف ايش السالفه. الله 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 الله، ايش اللي صاير؟ وال وال السيما دخلت، وال خلنا نوقف محل. بس هذا السيم هنا، والسيوم الثاني بعد هنا. ما في برج قدام شايع عن الشمس، لازم اوقف وانظفه كله. وال حتى هنا يلا ما اخترب شاي، بس لاني جالس اشوف السيمة، ما ادري ايش مجيبها السيمة ذي. جيت تحت ظل هالجسر اشيك على السيكل، بس لسه في اسيوم، ما ادري من وين طالع الاسيوم، يعني ما في لهن، ما اعتقد الا الهم النوال. كثير هنا اسيوم، شفتوا كيف داخل في السنقل؟ هذه كلها تقريبا اذا ما خاب ظني من الكفرات، الشوارع الكفرات المثرة اللي على الشارع اللي تجيك لنصلخ كفر تريلا يقط الباقي كله على الشارع. هذا جالس اكل هنا تواير اللي تشوفونه منثرين، شفتوا الاسيمه ذي؟ هذا اللي داخلين الحين في الكفر. وخرت الزيت اللي في يدي من هالعشب، جلست انا اقطع وافرق شويه ماي بقى فيه وخلصنا. يلا نشيل بشيل اغراض وبمشي. شوي اوصل محطة، بس ما شاء الله شوف الجسر يا اخوك، شحلاته الماي، ودك تتشقلب يا شيخ، تنزل صاروخ على هالماي. الله يا سلام، حاليا فوق جسر، بس خلنا نعدي هالجسر، بعد هنا ننزل على المحطة نصلي ونريح، نذكر الله بعدين نمشي. طبعا اول ما دخلت المحطة شفت الوالمارت عندي، ودخلت شريت من عقاب شوية مشتريات، لان المحطات عندهم ذول وخلايا زي خضرة، واخذت لي فاصوليا وكم شطة، شنو هنا اندومي على كم كاكاو، سكر، يعني نحتاج السكريات اللي في الكاكاوات ذي. الباقي هذا جالس اركب، واخذت لي برضو لا مشروب حق اللي اسمه باور ايد، اخذت اثنين ذي بالمحطه، الواحد دولارين ونص الى 3 دولار، هنا اخذه ب70 سنت برضو خضره. جالس اركب اغراض، بعدين بشوف لي محل في ظل كذا. خلصنا صلاه، وهذه قعد اليوم بليله مع شطه شوي اندومي بش طعم، شو اسمه، شرم، طعم الربيان. فهذا غدانا اليوم مع تفاحة كذا وموزة، بس نرجع نكمل إن شاء الله. طلعنا من المحطة وخلصنا، وحين ماسكين الدرب الحمد لله على النعمة. جالس أكلم أمي خبرك، بتقول لك يلا أرجع. إي لا، راجعين على الطريق بإذن الله. ناس كلنا كم مايل كذا لين الغربية، بعدها نسوي
حساوي الليل العشاء عيش حساوي يعني كيف يحتاج اعلمكم وين وصلت ولا ما يحتاج الوباما ويلكم سويت هوم الوباما يا ليل وصلت الوباما يا الربع رفعت العلم السعودي على ولاية الوباما يا سلامي عليكم يا السعودية وصلت الوباما الله 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 على الوباما يعني والله من جد ما توقعت في يوم من الايام اني بمسك هالمسافة هذه كلها وبوصل الى الوباما ما شاء الله ما شاء الله من جد والله ما في يوم ما في يوم ولا حلمت حتى فيه انه بيجي يوم بسوق السيكل المسافة هذه كلها من كانساس الى الوباما على السيكل يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد وقفوا يصورون قبل شوي وقفوا يصورون يوم العلم السعودي بعدين شلتها وقلت لهم يلا بمشي هاي طوارية السير كين وقفوا يصورون Thank you so much appreciate you معلومة بسيطة بس عن ولاية الوباما أكثر من 27 أمريكي منهم ذكور ومنهم إناث قالوا لي لا تدخل على ولاية الوباما 14 واحد منهم دراج رواعي سياكل يسافرون بالسياكل أو رواعي رود بعضهم رواعي رود بعضهم رواعي سياكل قالوا لي لا تمر على ولاية الوباما نهائيا لا تمر عليه راح من حالها وانزل على جورجيا قلت لا والله ما راح سلامات أنا أبي أقطع الوباما شو الحل قالوا لي لا تمر نفس الكلام قالوا لي يوم جيت اروح تكساس قالوا لي لا تمر على تكساس راح اي محل الا تكساس ليش عنصريين طيب والوباما ليش برضو عنصريين طيب بقعد انا على كل ما حد يقول لي شيء اروح اسمع كلامه اكثر الناس اللي قالوا لي عنهم جايبين الكلام من مخباهم بالعقل يا اخوك حطها في عقلك ولاية كبرها زي ولاية تكساس ولاية تكساس هي اكبر ولاية بامريكا ولايش كبرها كلهم عنصريين ما يصير يا أخي ما يصير بعقلك ما يصير ولايش كبرها كلها عنصرية بصراحة أنا شخصياً ما صدقت ورحت قطعت كلها بالفلقات اللي قبل قطعت كلها ولاية تاكس كلها مريت عليها والحين جاي على ولاية الوباما توني داخل عليها إن شاء الله إن شاء الله ندخل منه بخير وحنا بخير وصحة وسلام ونطلع توفيق من الله إذا بيصير شيء مكتوب قضاء الله ما عندي أنا العنصرية هذه ما ظنتي إنها موجودة إلا بس فقط تعنيف من الناس كل واحد يقول لك كلمة من رأسه ما يصير أنا بالنسبة لي ما أعتقد أسمع كلمة وبالتالي إذا أكثر من واحد متشارك عليها يعني أصابعك مو سوى أصابعك مستحيل أصابعك مو سوى فأنا بالنسبة لي ما راح أقتنع إلا إذا شفت أنا الحين داخل على ولاية الوباما إن شاء الله يمكن يومين ثلاثة على حسب ما يندرى كم يوم نأخذ على من يقطعها كلها فإن شاء الله نقطعها ولا تصير لنا مشاكل يلا نكمل طريقنا ونشوف شو المكتوب كنت تحت في هالطريق طلعت من الشارع العام حاليا متوجه على المحطة ان شاء الله بس يرضون اني اخيم الليلة طيب زي ما قلت لكم كلام الناس ما يودي ولا يجيب وهذا الحين قابلت واحد امريكي من الوباما ونفس الكلام جالس يقول لي كل الكلام كذب فراح اخليكم الحين تقبلونه What's your name? My name is Brock Brock, where are you from? Are you from Alabama, right? Yes What yes, do you think of Alabama? Right. I love Alabama This is where I was born and raised, grew up Well, I was born in the edge of Mississippi But I always grew up here I used to have a business here like this one like a gas smaller. station yes sir what do you think of Alabama people do you think they're racist no are you sure yes do you think I will survive yes why a lot of people talk bad about like Alabama why they told me a lot of people told me American they told yeah. who told me yes who told me a lot of people in Alabama they're super racist so do not go there no and they cross all the wars just no to... that is so untrue man really yes, oh, that is a I don't know where you know
that's just like some backwoods, like, you know, legend. We're not like that, and especially here. Do you think it's cool? Yeah, he's my friend from Yemen. I love him like a brother. يمن السلام عليكم. كيف الحال حبيبي؟ اخبارك طيب؟ الحمد لله. والله توقعت انك عربي بس ما قلت لا يا رجال يمكننا مو مشابه. اخبارك؟ الحين تقريبا الاغراض شبه جاهزه، اهم شيء الفراش، فراشته ونزلته، نزلت اموره. مسافه اليوم خلونا نشوف 135 كيلو حاليا، اولموست الساعه 8. بروح انزل على رولر، الفوم رولر مع الكورة هذه علشان اقعد عليهم واسوي مساج واريح، لان ذول يريحون مرة. صباح الخير. والله انهم عليهم شلت اغراضي، جهزت السيكل وشلت الخيمة، وعندي سيارة مغطية بس هذا اللي كنت بخيم انا ورا هنا. ان شاء الله الحين عبينا بعد ثلج هنا، هذه ثلاجة عبيناها ثلج. مصاريف امس كلها تقريبا كلفتني 27 دولار، ما يندرى اليوم كم بتكلف. للحين انا مو بصارف ولا دولار بسبب صراحة مو راضين اليمنيين اللي امس هنا روع المحطة، ما قصروا والله، جد ما قصروا، ما خلوني امشي لين اتعشى. يعني كنت بروح اسوي لي عشاء وبنام بس ما خلوني امشي لين اتعشى. بعد جلست نسولف سواليف، والله انهم طيبين للاخر، طيبين، انا اشهد انهم جد طيبين. مشيت اول 50 كيلو ولازم الحين اوقف اريح، واقف تحت البرج هذا عشان ظله، فراح اوقف كل شيء على السريع، بعدها انطلق مره ثانيه. يا الله، بعد 84 كيلو من طلعت الصبح، هذه اول محطه اشوفها. وقفت على صلاه الظهر، طبعا عديت على صلاه الظهر ربع ساعه الحين، وجالس بس بريح شوي، بعدها بروح اتوضى واصلي، بعدين بتغدى واتوكل على الله. بس 84 كيلو، شوف 84 كيلو بعد، هذه اول محطة تجيني من بعد المشوار هذا كله. الشمس اليوم حارة، حيل 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 حارة. حطيت الجوال يشحن في الجدار، في هناك في شاحن يم الزبالة، الله يعزكم. ريح شوي، ابو 10 دقائق. صار لي اكثر من 14 كيلو، والشارع ذا رطب فيه، وانا فكرتها ماي، بس ريحتها حيل حيل قويه، يعني ريحه مجاري. مستغرب ان للحين ولا قدام الشارع كله مجاري، ريح الريحه قويه حيل. فقلوا ان شاء الله نحصل محطه قدام ولا فيها الريحه عشان نعرف ننام، إذا على هالريحة زلا ما نمنا. النفس يتعب حيل، النفس يتعب. ما شاء الله، شو التريلات هذه، مجمع، هذه مول، هذه أطلق تريل، هذه موقفة، هذه اللامبورغيني حق التريلات. واه ما شاء الله. زحمة التريلات خلاص، من تشوف الشكل كذا عرف انه ما في نوم عدلة من صوت الازعاج. هذه اقل محل في صوت ازعاج للتريلات، التريلات اللي زي كذا شوف مرتبة للاخر، ومزعجة ومزعجة حيل. بيني وبينكم هذه من افضل نوع التريلات في امريكا، الامريكان يموتون فيها، يموتون حيل فالنوعيات بالتريلات ذي. جاني السكرتي وقال لي تشيل، قال لي لازم تشيل،
هذا هو يمكم خلونا بس اخوذه. مرة ضا لي انزل، كنت جالس انزل اغراضي بس مرة ضا قال لي لازم تشيل اغراضي. قلت يا سار تشوف لك محل ثاني، بسبب ان المحل هنا كله تريلات وحاطين لهم سكرتي يعني عشان لحد يسوي شيء للتريلات من حقه، لحد يخرب يعني او لحد يبوق او لحد يكسر المحل او يكسر التريلات عشان يدخلها، لان في تريلات كثيرة متروكة هنا تبع شركات، فالشركات هي او الشركة هي ما ادري اي شركة ذي هي اللي تعين السكرتي وتعطيه تعطي راتب علشان بس يشيك على تريلاتهم. جيت هنا من انا كنت رايح ورا ذول التريلات اللي هناك، فما يبيني اقعد في محل صاد، قال لي اقعد في محل مفتوح علشان الكل يشوفه. هنا ازعاج ازعاج والله ازعاج، فمالي لا افرش خيمتنا هنا نسوي بعد بفرش الخيمة هنا، بروح اشوف ذوك المحل هناك اذا قدرت ورا صد، اذا ما قدرت باجي بس بقطع هنا وخلنا ارقد. خلصت البعوض حجة زحمة هنا، بعوض واجد فبجهز لي عشاء عساوي يا الغالي. نسيت انا اوريكم مشوار اليوم 141 ونص، هنا راح تشوفها 141 ونص على الساعة 47 الحين. طبعا انا وقفت الساعة 7:15 والحين 47 بس علشان العسكري او السكرتي وخرني. طبعا قلت لكم ان مصاريف اليوم كلها دولارين ونص، دخلت المحطة وطلعت ما صارت دولارين ونص. بعد 8 شريت زبدة علشان العيش الحساوي يضبط، قلوزه عادي زلايد قلوزه، فانا اخذت الكيسه علشان احط فيه الوسخ واجمع فيه.